إذا المقصود يتما أنه الأمراض يخصها أسسنا من دا أسسنا تيقنا نسان بأنه الفتان شدان دغ الزمان نغنقني كثر من دغيك اللي سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لازم النسان ما نكسا نعمال ما نكسا نتصرف غل الفتان هذا تنتي الفتان هذا ماشي إلا نتغار غيا الباب الفتنة غي كادو كان يسفل دي الإنسان الفتنة يغني يعني الفتنة يسدي لي غير غوا التأخرة قلت انت روا ولا المصائب ولا الفقر ولا الجفاف ولا الامراض ولا كره الحشد اللي ينزغ المكاره اللي تكره الانسان يعني الفتان الشرع تشمل الخير ولا اخشان الله تبارك وتعالى يريدني وانا بلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون انسان يتوب تلاس الخير يخلي يتوب تلاس الشر فالاكثر يا ريت غليز الابتلاء الامتحان الفتنه تي غارس الشر غارس غير اللي تو يكرهن الفتنه الخير هي اشد واخطر من الفتنه من الشر لانه الفتنه السراء الرخاء ريستي للغفله يعني تغفل الانسان بانه الا غير الامتحان الا غير الاختبار ان الله تبارك وتعالى العدد من الصحابه بأنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالرخاء فلم نصبر ودولي ينسدت الأمة الصحابة رضوان الله عليهم للدار إلى المقام إعلان غلياقين للإيمان تتبت ومع ذلك كانت تنوفان الشدة أفينية المشقة اختعمل الفتنان السراء الرخاء النعام إنسان راه سكر بس صحتي في كاس ترواي في كاس الدنيتي في كاس الوقت في كاس يسخرص ربي العدد النعم ولكن يغفل ريت تغليز دي سكان فلا سي يرضى ربي تبارك وتعالى سغندي لها يخلي سيدنا ربي تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى يغي استغنى الإنسان ريت تطغى اي تغفال اي تلهو في الحق بل ربما راه يتجبر راه يستكبر فهو الذي خلق سبحانه وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه ها فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا قبل من فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا يعني الأمر ماشي واني في ربي تبارك وتعالى أني رضى في الناس واني من ربي أني سيس في الناس يسخط وإنما أن كله هي الامتحان الاختبار لا غنى ولا الفقر الصحة ولا التأخرة الانشغال ولا الفراغ كل ما يدي السر ولا الضر أني هي الابتلاء هي الامتحان أو ما يخصك يتسند بأنه أن كل الحالة يخصك يتسند ما نساك يسترفت هنكود الحشد خصت تيسنت بانه تانتو اختبار تقيس تيسنت ما مزقيه يطوي طلبن انتاج المسلم الامازيغي ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الامازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.